خلينا أكد على حضراتكم المعلومة اللي أنا قلتها لحضراتكم في المقدمة. لم يتم العثور على أي حطام للطائرة المصرية، طائرة مصر الطيران، حتى اللحظة. كانت بعض الأنباء قد تحدثت عن عثور فرق الإنقاذ اليونانية عن جزء من حطام هذه الطائرة، وكانت وسائل إعلام يونانية قد أبلغت السفارة المصرية في اليونان، واتصلت بالخارجية المصرية في القاهرة وأبلغتها بهذه المعلومات، وأرسلت الخارجية المصرية هذه المعلومات إلى وزارة الطيران وهيئة الطيران المدني، إلا أن كان رد الفعل المصري هو ليس هناك دليل يؤكد أن هذه الأجزاء التي عثر عليها لها علاقة أو صلة بالطائرة المصرية، وهو ما ثبت صحته بعد قليل حينما أعلنت الهيئة اليونانية للسلامة الجوية أنه لم يتم العثور على أي حطام للطائرة المصرية، طائرة مصر للطيران. خلونا ينضم إلينا من اليونان الصحفي اليوناني جيلبر شيخاني. أهلا بك سيدي. أهلا بك يا مدام. نريد أن نتعرف على آخر المعلومات المتاحة. نحن في أزمة إنسانية صعبة، ربما تلعب فيها المعلومة الدور الرئيسي. فعلا انتشرت هذه المعلومة فيما يخص بأنقاذ الطائرة المصرية، ولكن هذه المعلومة لم يتم التأكد عليها حتى هذه اللحظة. وفعلا تصدرت هذه الأنباء كل معظم الصحف ومعظم وسائل الإعلام في اليونان، وتعيش فعلا اليونان عن قرب هذه المأساة الإنسانية، وقد وتحاول بكل الوسائل مد يد العون للسلطات المصرية التي توالي البحث عن هذه الطائرة. فقد أزاعت السلطة اليونانية وفي مقدمتها السلطات التي تشرف على الطيران المدني وعلى رأسها السيد جيراكوس إن الطيارة قد اختفت من شاشات الرادار في تمام الساعة 3:29 دقيقة، وذلك جنوب جزيرة كريت على مقربة من جزيرة كارباثو. ويقال إن قبطان سفينة أجنبية قد شهد شعلة نارية على بعد 180 كيلومتر أو ميل بحري. كنت هسأل حضرتك على هذه المعلومة، هل حققت السلطات اليونانية مع رهبان هذه السفينة الذي أكد هذه المعلومة لنتأكد من صحتها أو عدمه؟ إن خبر السواحل قد تأكدوا من هذه المعلومة، والقبطان موجود فعلا في مكاتب خبر السواحل. أكد أنه شاهد ضوءا بالفعل؟ شاهد شعلة نارية على حد أقواله. شاهد شعلة شعلة شعلة. ليس لم يحدد إن كان انفجار أو أي شيء، هي شعلة على بعد 130 كيلومتر جنوب غرب جزيرة كارباثو، وهذا قد يعطي إشارة إلى أن حريقا ما. فيما يخص بالمعلومات وفيما يخص عن البحث، قد يستغرق البحث والتحقيق في أقوال الشهود العريان بعض الأشهر. صحيح. فلقد قالت كل السلطات اليونانية بما فيها القوات المسلحة وخفر السواحل إن الأسباب لم يتم إلقاء الضوء عليها إلا بعد مرور أشهر أو في بعض الحالات سنوات. وربما هناك مفاتيح لمسألة التحقيق هو العثور على حطام الطائرة، على الصناديق السوداء في الطائرة، هذه الأمور ربما تكون الأدوات التي يتم، لكن حتى الآن لم يتم الوصول إلى أي جزء من هذه الطائرة، وبالتالي نحن بصدد طائرة مفقودة كما يقول علم الطيران، وليست طائرة محطمة حتى اللحظة. فعلا هذه هي العبارات التي تستعمل فعلا، رغم أن هناك شائعات انه تم العثور على حطام هذه الطائره، ولكن لم يتم التاكد من صحه هذه المعلومات بطريقه سليمه او صحيحه. الحقيقه انا بشكرك الصحفي.